بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. بقي شهر واحد فقط يفصلنا عن ذكرى أكبر فرحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، في يوم الغدير اليوم الذي انتهت مهمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى على عاتق النبي صلى الله عليه وآله، فأداها صلى الله عليه وآله بجهود يضعف سادة الأنبياء عن مثلها، بصبر يضعف أكابر الصابرين عن مثله، وذلك خلال 23 سنة. فلذا بأداء هذه المهمة الكبيرة من الطبيعي أن يفرح النبي صلى الله عليه وآله أكبر فرح في حياته، لأنه أدى تلك المهمة الربانية العظيمة. بهذه الجهود التي لا نظير لها، بهذا الصبر الذي لا نظير له، بهذا التعب الاستثنائي الذي تعبه النبي صلى الله عليه وآله، أسس رسول الله صلى الله عليه وآله التشيع، وأوضح ذلك وضوحا كاملا في يوم الغدير. أسس هذه الفئة التي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين أنهم أفضل فئة من البشر، خير البرية. خير البرية، خير يعني أفضل، برية يعني بشر، أو البرية البشر وغير البشر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذه الآية ذكرت أنا وغيري من قبل، العلماء ذكروا روايات كثيرة، روايات صحيحة موثقة بل مستفيضة،
عن النبي صلى الله عليه وآله تفسير هذه الآية المباركة بشيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، القضية واضحة بدرجة من الوضوح. هناك موضوعان يحدث بينهما أحيانا بعض الخلط. الموضوع الأول موضوع التعايش، موضوع صحيح رائع أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله ومشى عليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كان يتعايشان مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين ومع المنحرفين ومع المؤمنين تعايشا بالمعروف، عيشة معروف. هذا المقدار شيء صحيح رائع، بل شيء إسلامي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. أن تكون تتردد تتزاور تعود المرضى تشيع أموات المؤمنين والآخرين، هذا شيء حسن، هذا ما أمر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في روايات كثيرة. أن لا يكون انقطاع انفصال بين فئات المجتمع، هذا شيء جدا رائع. أصلا بدون هذا الشيء البشر لا يرتقي، بدون هذا الشيء الضالون لا يهتدون. يلزم أن يكون هذا الشيء، هذا شيء صحيح لا شك فيه. الشيء الآخر وهو ما يتداول وبإصرار يتداول وبتأكيد وببث في أنواع وسائل الإعلام من قبل جهات مختلفة، جهات لا تنظر إلى مصالحها، جهات كلامها صحيح، جهات كلامها باطل، وهو أننا نريد أن نوحد لا نريد أن نكثر، نريد أن نجمع لا نريد أن نفرق. ما الفرق؟ الدين دين واحد، ربنا واحد، نبينا واحد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الصلاة، فلان وفلان أيضا كان يدعوان إلى الصلاة. أمير المؤمنين كان يذهب إلى الحج، فلان وفلان أيضا كان يذهبان إلى الحج. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفع راية الإسلام، فلان وفلان أيضا رفع راية الإسلام. لا توجد فوارق كبيرة، الأسس متفق عليها، الفوارق فوارق بسيطة صغيرة، الفارق ولاية أمير المؤمنين ليست من القضايا المهمة. شخص يقبل ولاية أمير المؤمنين، شخص لا يقبل ولاية أمير المؤمنين، المهم الدين واحد. هذا الكلام أولا، نعم نحن نريد أن نجمع، نريد أن نوحد، لا نريد أن نفرق ولا نريد أن نكثر، ولكن فيما يرتبط بالدين، طبعا في كل شيء بالخصوص فيما يرتبط بالدين، القضية ليست حسب أهوائنا، القضية حسب ما قرره القرآن الكريم وبينه رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. القرآن الكريم هو أول الدعاة إلى الوحدة، هو أول الدعاة إلى الجمع، ولكن
القرآن الكريم يبين الوحدة ويبين الجمع على أساس صحيح لا على أي أساس. في القرآن الكريم ما عندنا وحدة على أي أساس، لا، الوحدة على أساس صحيح، الوحدة هكذا دعا إليها القرآن الكريم. الجمع عدم التفرق على الأساس الصحيح دعا إليه القرآن الكريم، ولكن ما دعا القرآن الكريم إلى الجمع على أي أساس، هذا غلط. لاحظوا في سورة آل عمران آيات عديدة الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب، بعد آيات من الخطاب لأهل الكتاب الخطاب ينتقل إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. في الخطاب إلى أهل الكتاب وفي الخطاب إلى المؤمنين الله عز وجل دعا إلى الجمع، دعا إلى الوحدة، ولكن الوحدة على أساس صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوة إلى الوحدة، تعالوا دعوة إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولكن على أي أساس؟ على أي أساس؟ لا، على أساس صحيح. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنا أريد أن أتحد مع النصراني، ولكن على أساس صحيح لا على ما يريده. هو يريد أن يثلث في الآلهة، أن يعبد غير الله، أن يشرك بالله. الإسلام يقبل هكذا وحدة؟ أبدا. الإسلام دعا إلى الوحدة ولكن على أساس صحيح. تقبل هذا الأساس الصحيح؟ تعال أتحد معك، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ الذي تريده أنت، الذي يقره دينك الخاطئ؟ لا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تقبل هذا الأساس أكون معك واحدا، نتحد معك. لا تقبل، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خلاص أنت اذهب، ما عندي وحدك معك. تقبل هذا الأساس أتحد معك، تقبل هذه الكلمة السواء بيننا وبينك؟ خلاص. لا يقبل، يريد أن يعبد ثلاث آلهة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اذهب في طريقك، أنا في طريقي أمشي، ما أتحد معك على أساس باطل. أنا ما أتحد، على أساس صحيح أتحد. تقبل؟ أهلا وسهلا، عندي أدلتي، عندي كلامي، تعال أبين أدلتي. أن الله واحد، أنه لا شريك له، أن اتخاذ أرباب من دون الله غلط باطل. قبلت؟ أتحد معك على هذا الأساس. لا تقبل؟ لكم دينكم ولي دين، أمشي في دربك، أنا أمشي في دربي. هذه الآية خطاب إلى من؟ خطاب لأهل الكتاب، للنصارى، لليهود. هذه الآيات خطاب لأهل الكتاب، ثم يتبدل الخطاب إلى الصف الداخلي في المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أيضا دعوة إلى الجمع، دعوة إلى الوحدة، ولكن على نفس الأساس، الوحدة على أساس صحيح لا على أي أساس. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات الخطاب لأهل الكتاب، يأتي خطاب للمؤمنين، ضمن الخطاب للمؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهي عن التفرق، ولكن نهي عن التفرق على أي أساس كان؟ لا، الاعتصام بحبل الله
ما هو حبل الله؟ روايات وروايات. النبي صلى الله عليه وآله أوضح، النبي صلى الله عليه وآله ما أبقى هذه الأمور الهامة خافية. حبل الله المتين هم آل محمد صلوات الله عليهم. أقرأ لكم حديثا واحدا، الأحاديث في هذا المجال كثيرة. عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب. النبي أوضح، النبي مبشر، النبي منذر، النبي حريص على المؤمنين، النبي رحيم، هذه الصفات القرآنية للنبي صلى الله عليه وآله، يبين هذه الأمور. النبي منقذ للناس، هادي. يقول صلى الله عليه وآله: من أحب أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليا بعدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وليعاد عدوه وليأتم بالأئمة الهداة من ولده، فإنهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي وسادة أمتي وقادة الأتقياء إلى الجنة. حزبهم حزبي، وحزبي حزب الله، وحزب أعدائهم حزب الشيطان. اللهم صل على محمد. الوحدة، نعم، على أساس صحيح. النبي دعا إلى الوحدة، القرآن دعا إلى الوحدة. الوحدة شيء حسن، ولكن الوحدة على أي أساس؟ لا، على أساس صحيح. الشيء الذي لا ينطلق من أساس صحيح غلط. تقبل بهذا الأساس وعندي أدلتي على هذا الأساس، أهلا وسهلا. لا تقبل بهذا الأساس وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا شيعة علي، خلاص امشي في دربك، أنا امشي في دربي. ما عندنا مشكلة في التعايش، التعايش موضوع ثاني، التعايش شيء صحيح. النبي صلى الله عليه وآله عايش المشركين، عايش أهل الكتاب، كان يزور مرضاهم، كان يذهب إليهم، عادي. أما أتحد معك في الفكر، أتحد معك في الدين، لا أبدا. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا اشهدوا بأننا شيعة علي، خلاص أمشي في دربك، أنا أمشي في دربي. الوحدة باختيارنا حسب أهوائنا؟ لا، حسب ما أقره القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر الوحدة، بيّن الوحدة، بيّن الجامع، ولكن على أساس صحيح. لا تقبل هذا الأساس الصحيح، أنت في الدنيا مخير، اذهب إلى طريقك، أنا أذهب في طريقي. هذه الكلمة أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفع راية الإسلام، غير أمير المؤمنين أيضا رفع راية الإسلام، الكل يدعو إلى الصلاة، لا فرق. هذه القضية قضية هامشية، ليست قضية مهمة. للأسف أقول، للأسف أقول، هذه الكلمة جرت على لسان بعض من ينتسب للشيعة. لو كنا نتوقع من غير الشيعة هذا الكلام، من الشيعة لا نتوقع، ممن ينتسب للتشيع. ولاية أمير المؤمنين غير مهمة. هذا الكلام إهانة صريحة لشخص النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى، تسفيه لرسول الله والعياذ بالله تعالى. الشيء الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التأكيد نحن نقول هذا شيء غير مهم، هذا والعياذ بالله، والعياذ بالله، ليس تسفيها للنبي. شخص يؤكد على شيء تافه، على شيء هامشي، هذا إنسان حكيم؟ كم أكد النبي صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين منذ أول جلسة لتبليغ الرسالة، منذ أول جلسة، يعني بعد يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله بيوم واحد، منذ ذلك اليوم، من أول جلسة قبل إنذار العشيرة الأقربين،
منذ أول جلسة النبي صلى الله عليه وآله طرح ثلاثة أشياء فقط وفقط. طرح توحيد الله، طرح رسالته، وبين ولاية أمير المؤمنين منذ أول جلسة في الإسلام وإلى الأيام الأخيرة من حياة النبي، لا إلى اليوم الأخير من حياة النبي، إلى الساعة الأخيرة من حياة النبي. هذا الشيء الذي رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد عليه هكذا تأكيد، هذا شيء هامشي؟ هذا ليس إهانة للنبي؟ النبي أكد هكذا تأكيد مئات المواقف، آلاف الروايات، النبي صلى الله عليه وآله بينها، هذا كله في أمر هامشي، هذا ليس إهانة للنبي؟ هذا الكلام ليس إهانة للقرآن الكريم؟ القرآن الكريم أكد على ولاية أمير المؤمنين هكذا تأكيد، تأكيد استثنائي لا نظير له في كل القرآن. يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إذا لم تبلغ هذا الأمر فما بلغت رسالته، جئني بشيء إسلامي آخر قال عنه القرآن الكريم هذا القول، غير ولاية أمير المؤمنين ما موجود أبدا في القرآن الكريم، لا يوجد. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هكذا تأكيد. نقول هذا الشيء الذي القرآن هكذا يقول عنه هذا شيء هامشي، هذا ليس إهانة للقرآن. شخص يؤكد على شيء هامشي، هذا إنسان سفيه أجلكم الله، يجعل من وقته، من حياته، من جهوده، من طاقاته على شيء هامشي، هذا إنسان غير حكيم. القرآن أكد هكذا تأكيد في آية واحدة، في آيتين، في ثلاث آيات، عشرة، مئة، هكذا تأكيد استثنائي لا نظير له، نحن نقول هذا شيء هامشي؟ نعرف ماذا نقول؟ لوازم كلامنا نفهمها؟ ولاية أمير المؤمنين هامشية؟ أصلا يبقى شيء في الدين غير هامشي إذا كانت ولاية أمير المؤمنين غير هامشية؟ إذا كانت ولاية أمير المؤمنين هامشية يبقى شيء غير هامشي؟ كل شيء هامشي خلص، لأنه يصلي فليصلي، لأنه يصوم، لنفرض أن صلاته صحيحة، لنفرض أن صيامه صحيح، ما عنده شيء أهم من الصلاة؟ مئات المرات، آلاف المرات، هو الأساس أصلا. لا تريد أن تتصارع مع الآخرين، لا تتصارع، لا بأس، إيجاد مشاكل بينك وبين الآخرين هذا شيء غير محبوب، ولكن أنت امشي في دربك، لماذا تقول الكذب؟ ولاية أمير المؤمنين غير مهمة، لنفرض أننا اتفقنا في كل شيء إلا هذه النقطة، نحن اختلفنا في كل شيء، هذه القضية يعني الاختلاف في كل شيء، لو كانت صلاتنا مثل بعض، لو كان صيامنا مثل بعض، لو كانت كل الفروع مثل بعض، هذا أساس. شيعة علي خير البرية، أفضل البشر، هذا ما بينه القرآن الكريم وفسره رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نفتخر أننا من شيعة علي، ولكن سؤال: هل بالفعل نحن من شيعة علي أم لا؟ هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، الشرط الأساسي للتشيع، بدون هذا الشرط من يدعى التشيع ادعاؤه كذب، ليس شيعيا. الشيعة شيعة علي يعني ماذا؟ يعني الشيعة يعني الأتباع، شيعة علي يعني أتباع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المرحلة الأولى اتباع أمير المؤمنين في أسس العقائد، في العقائد الأساسية، هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة بين الشيعي الحقيقي وغير الشيعي. الذي يتبع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة فهو شيعي، الذي لا يتبع أمير المؤمنين في العقائد الأساسية حتى لو ادعى التشيع هو الغير شيعي، خلاص قضية واضحة. هذه المرحلة الأولى بينت في هذه الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا بها الحديث: إن الذين آمنوا، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الواجبات والمحرمات، في أداء الواجبات، ترك المحرمات. هذه المرحلة شرط في
كمال التشيع. بهذه المرحلة التشيع يكون تاما كاملا. بدون هذه المرحلة الشخص قد يكون شيعيا ولكن تشيعه ناقص. المرحلة الأولى أساس التشيع، بدونها لا يكون تشيع. المرحلة الثانية كمال التشيع. المرحلة الثالثة اتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الأخلاقيات. هذه المرحلة لعلها ما ذكرت في الآية القرآنية. المرحلة الأولى ذكرت إن الذين آمنوا، المرحلة الثانية ذكرت وعملوا الصالحات، المرحلة الثالثة فضل. المرحلة الثالثة لا هي شرط في أصل التشيع ولا هي شرط في كمال وتمام التشيع، إنما هي شرط في درجات التشيع. كلامي إلى هنا كله مقدمة، وهذا اليوم كلامي انتهى خلاص. نريد أن نبحث عن المرحلة الأولى على الأقل، مرحلة اتباع شيعة علي، أي معنى كلمة شيعة علي أي اتباع المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا الاتباع عندنا في القضايا الأساسية المرتبطة بالعقيدة أم لا؟ أسس العقيدة نتبع فيها أمير المؤمنين أم لا؟ إن وفقت في جلسة أخرى، لعله في الأسبوع القادم أو في وقت آخر إن وفقت، نتحدث عن هذه النقطة الأساسية. لماذا؟ لثلاثة أهداف. أولا لكي نعرف سبب أو جزء من سبب إصرار النبي صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين. لماذا أمير المؤمنين كان يصر على ولاية أمير المؤمنين؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصر على ولاية أمير المؤمنين؟ إن بينا الفوارق، إن تبين طريق أمير المؤمنين عن طريق غيره، نعرف لماذا هذا الإصرار من النبي صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا لكي نعرف أننا شيعة أم لا. يا أخي أنا قرأت الآية القرآنية وقرأت الرواية الشريفة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هم أنت وشيعتك، لأمير المؤمنين خاطب، خير البرية. أريد أن أكون ضمن الفئة التي هم خير البرية، أفضل البشر، أنا منهم أم لا؟ هذا ثانيا يلزم أن نعرف. نريد أن نبين المرحلة الأولى اتباع أمير المؤمنين في العقائد، أولا لكي نعرف إصرار النبي صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين، ثانيا لكي نعرف أننا شيعة أم لا، أنا شيعي أم لا. يوجد هناك شيعة قطعا، ولكن أنا منهم أم لا. ثالثا لكي نعرف الفرق الشاسع الكبير جدا بين طريق أمير المؤمنين وطريق غيره، حتى لا نقول هذا كان يصلي ذاك كان يصلي، هذا عنده إسلام ذاك عنده إسلام، الدين واحد. لا، حتى نعرف الفرق الشاسع الكبير، لا الكبير جدا جدا، بين طريق أمير المؤمنين وطريق غيره في التوحيد، في معرفة الله، في الأسس الأساسية. أمير المؤمنين يبين التوحيد، غيره أيضا يبين التوحيد، كم الفرق بينهما كبير. حتى بعض المسلمين ادعاؤهم بالإسلام كاذب، وبعض المسلمين ادعاؤهم أنهم مسلمون ادعاء صحيح، بعض الشيعة ادعاؤهم بأنهم شيعة ادعاء صادق، بعض الشيعة، بعض من يدعى التشيع ادعاؤه بأنه شيعي ادعاء كاذب. ليس بالادعاء، كل شخص يدعي، كل الناس يدعون، يلزم أن نعرف الادعاء الصحيح من الادعاء الكاذب. ويلزم أن نعرف لماذا النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير صنع ذلك الشيء الذي ما صنع مثله في كل حياته ولا مرة ثانية. لماذا؟
لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا الخطبة الطويلة؟ لماذا هذا البرنامج الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير؟ لماذا الإصرار على بيعة الناس لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ بقي 3 أيام لكي يبايع الرجال والنساء، حتى النساء جعل ماء، تعلمون جعل ماء، كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة في جانب من الماء، والمرأة تأتي وتضع يدها في جانب آخر من الماء. هذه كانت بيعة المرأة، حتى النساء النبي صلى الله عليه وآله انتظر حتى يبايع الرجال والنساء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. بيننا وبين الغدير بالضبط شهر، نحتاج إلى التهيؤ للغدير أيضا لعيد الله الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين، أسأل الله سبحانه وتعالى بحب الله لأمير المؤمنين، أسأل الله سبحانه وتعالى بحب أمير المؤمنين لله، بحب رسول الله لأمير المؤمنين، بحب أمير المؤمنين لرسول الله. إلهي بحق أمير المؤمنين اجعلنا من شيعة علي، إلهي بحق أمير المؤمنين اجعلنا من خيرة خدامه، اجعلنا من خيرة عبيده. إلهي بحق أمير المؤمنين لا تفرق بيننا وبينه وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.